We got armor! Ascend. Get off angle. واخيرا باتل فيلد موبايل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم الاصدقاء؟ وياكم علي العراقي. باتل فيلد موبايل طبعا صار هنا اصدق تقريبا 4 ايام منزلها، بس صار عندي مشكلة. اول ما سجلت صوت اللعبة على من صوتي، هاي دا يصير هواية عندي تتكرر الحالة. ثانيا حذفت البيانات، دا اعيد اللعبة ما اشتغلت لمدة 2 او 3 ايام، اللعبة ما اشتغلت عندي. طبعا اشكر علاوي واصدقائي كلهم راسلون على انستغرام، قالوا لي اللعبه نزلت ليش ما سوي فيديو ليش ما سوي، قلت لهم مباشر ان شاء الله اليوم الليله بيوم هر التصور واسوي وانزل، ماكو. المهم خلينا نشوف اللعبه. طبعا بالستور الجوجل بلاي الاسترالي تطلع موجوده، زائدا على التاب تاب. هاي النسخه القديمه عندي، طبعا هاي البدايه مغيرين، وهاي هسه نشوفها. هاي النسخه القديمه عندي حدثتها من تاب تاب، لا حملت من سوق بلاي ولا هاي. عندنا البداية مسوين فيديو حلو، تصوير قصة عبالك تحس اللعبة انه صار بيها قصة، قلت خلا جربوا اللعبة. هنا البداية كلش حلوة، استعراض يحكي لك مهمة كأنه طالعين مهمة يعني استطلاعية. اوكي هنا فمبين اللعبة متغيرة كرسومات، هاي الشاشة عندها تفتر. طبعا الاستعراض تقدر تقول اسكيب. فالبداية دا يعلمك كقتال شلون تصوب وشلون تقاتل مثل اي لعبة رشاشات قتالية شوتر اي لعبة. اوكي فهنا البداية سهلة حلوة، بوتات حتى ما يقتلوك ذولا. طبعا هنا قنينة تطيب، ها هي تمام. طبعا راح اقطع بالفيديو هواي حتى ما يصير مطول، واحنا بس نشوف البداية. اوكي هنا جت دبابة بعد ما كملت. ايوه دا يقولوك يعني هاي باتل فيلد مشهورة بالدبابات والطائرات و و و هواي اليات بيها، خصوصا في الطور الكونكويست. اوكي طيارتنا هنا صابت. اه ها ها تمام، هاي كلها تقدر تلغيها. هاي البداية كلها تقدر تقولها سكيب. اوكي هاي الطيارة وقعت على الوادي هناك، فاني الناجي الوحيد باعتباري، السايق مات. اوكي طبعا الرمي تلقائي، بس هذا تقدرون تلغوه من الاعدادات، الرمي كله تلقائي باللعبة بسويه، انت تقدر تدوس على الطلق يعني همين عادي. فانت شلون تريد تشوفه مناسبة تلعب. اوكي بدايته حلوة سهلة. هذول دا يبان فوق، ها الطيارة هنا، رمي هالطيارة. طبعا عندي قنبلة خل اشوفها. ايوه المفروض اشمر من الاول لان هم ملتهين. تمام فهنا راح نرجع الى الطائرة. اوكي اكيد لازم نرجع على الدبابة، لازم نعاقبها. تعالي طبعا هاي البي كي سي، يعني اذا اكو جندي على الدبابة يموت. حاطيه بالبداية. اوكي ناقول له غير سلاح من اباي من القنبلة، عندي هاي الار بي جي جيبها. دي جيبها تعالي ضربوا له. طبعا دبابات معروفة ما تنفجر راسين، خصوصا في لعبة باتل فيلد. اوكي هنا الطيارة صاحبنا هاي الحق. قصة تيم تنكر دي تعاي، نروح انتي والتنكر. حلو اوه وقعت هاي هاي وقعت هاي، هذا المعروف في باتل فيلد ان البنايات تتفجر،
سواب. اي نسخة اي نسخة تنزل باتل فيلد البنايات تتفجر. حلو تمام، اظن المهمة خلصت الاولى. حلو، باي باي، غادرنا بسلام. باتل فيلد موبايل، الواجهة الرئيسية بيبدأ يقول لك اختار الاسم، راح اكتب اسم هناك علي عراقي يوتي. تمام، الواجهة تقريبا نفسها بس يمكن اللاعب مبين كامل قبل كان من بين رجليناتي. كالواجهة ما حلوة صراحة، كواجهة اشوفها واجهة مال باتل فيلد مو كلش قوية. تمام، طبعا راح نجرب جيم بلاي. طبعا هذا الماب عربي اللي تشوفون مكتوب بالعربي ومثل القبة جامع، بس الكتابة يكون بالمقلوبي، اظن الكتابة بالمقلوبي مقلوبة مو صح؟ فان سايد ما ادري مش مكتوب، اقروها كتبوا ليها بالترجمة. طبعا هنا تقدر تنزل هذا طور الجماعة تيم ديت ماتش، اللي هو مثلا 4 لاعبين ضد 4، 5 ضد 5، 10 ضد 10، هو حسب بعد الموجود باللعبة. تمام، رسوماته حلوة متغيرة كسلاح كالوان، بس اكو هاي السواد شوي مال بيتها، يعني هم دائما يخلوه بالبيت لازم اكو هذا السواد. طبعا هذا النقطة الحمراء العدو، الاخضر او الازرق هذا ويانه، الاحمر عدو من يصير قدامك ضبط يطلع عليك، يطلع علي العفو نشان احمر او سهم احمر، وهنا ازرق واخضر. شنو الفرق بيناتهم ما اعرف، الاخضر ويانه بس الازرق كشخصية ما ادري. اوه سلاسة اللعبة سلسة مو مثل قبل. اوه رمي 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 قوي علينا هنا، متغيرة كرسومات كلعب متغير عن البيتها الاولى. اول ما لعبتها البيتها الاولى كانت ثقيلة. اوه فيكتور خلاص الجيم، يمكن انا داخل متأخر. اوكي راح نجرب غير مود، فهنا كل ما تلعب يقول لك راح يعني كل مستوى يزيد عندك، كل ما تلعب مستوى راح يزيد، يطوق سلاح، هاي معروفة في لعبة باتل فيلد او كول اوف ديوتي يمين، طوني سلاح جديد. طبعا هنا اكو هواية اشياء بالواجهة، منها الجوائز فلوس تفيدك يمكن تشتري شيء او تطور، يمكن عندك هنا هم يعني مثل المودات ما اعرف شنو هاي بالضبط، اول مرة اشوفهن، يمكن جواز خاص بيه. وهنا الجيم مود يم الستار، تقروها الجيم مودز. طبعا هنا هم اكو شغلات الستور بيه هاي الاشياء تقدر تشتريها بفلوس. الجيم مود شنو بيها؟ بيها الكون كويست وبيها الراش وبيها التيم ديت ماتش وبيها الوابنز، يمكن هاي مال الاسلحة. يعني الكون كويست هو احلى شي في لعبة باتل فيلد. هنا ميرك مودات يمكن 2 ما علينا بعدين نشوفهن، فراح العب الكون كويست اللي هو مال العالم يعني مفتوح كأنه باتل رويال. راح يكون بيه دبابات طيارات، دبابات صحراوية، سيارات حربية، اشكال نفس الماب. عدد اللاعبين هنا يمكن اتصور 50 40 لاعب، هواي هنا. فهذا الماب راح يكون كبير، يعني في باتل فيلد 4 ما ينسي ابد الجزء الرابع او الثالث ما ينسي. الماب كلها مفتوحة هنا مثل ما نشوف، اكو عدو هنا، هاي آلية طبعا. اوه دبابة، هاي 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 بي كيسي بكت بيها بس زين. انا دا اقول بالموسم بالليفل 2 طوني هاي الار بي جي، بس لازم المشكلة اللاعب هنا يموت بسرعة، اللاعب بسرعة يموت هنا باللعبة، يعني ماكو شقة يرميك شوية تموت. طبعا دبابة منا، او يمكن ضربه بمدفع. بابا هاي شلون حل من يروح يمين يسرى؟ روح، لا 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 تأخرت انا هنا. طبعا هنا الركضة مالتي تأخرت باو. فطور الكون كويست رهيب. هاي الدباب طبعا تقدر تغير المنظور صراحة، بس دا اجرب عن اللعبة لكم الجرافيك هاي، وتأخرت بالفيديو هواية، المفروض انا انزل قبل 3 ايام او قبل 4 ايام من نشر الفيديو.
إذن أصدقائي راح أطلع، ما حقدر أكمل هذا الجيم يطول. طوني لايكات، شاركونا بآرائكم. همين لعبة باتل فيلد موجودة على الستور الاسترالي حسب ما قال علاوي صديقي على الانستغرام، راسل انقلب الستور استراليا. طوني تعليقاتكم شباب ولايكاتكم، كانوا معكم علي العراقي، ونشوفكم وتحياتي.